كانت وسائل الإعلام السورية والروسية على دخول الطيران بدون طيار تركي في معارك في 3 ضربات على الأقل قرب الحدود، واثنتان في عين العرب كوباني، منها سيارة لقادة قصد، والثالثة ضد قاعدة عسكرية بين حماة وحمص. هذا ما أكدناه البارحة، واختار درون بين قوسين سوري مجهول اكتشف أنه من صنع روسي ضرب ما يسمى بالقاعدة الأمريكية حسب كايكا ميل، إذ دخلت الطائرة بدون طيار أجواء القاعدة في طنف، وكانت ضربة يتيمة حسب الموقع، وجاءت للرد على ضرب ما سماه قاعدة ياس في حمص. وقد شارك الأمريكيون في الضربات الإسرائيلية الأخيرة ضد هذه المدينة، يعني حمص، وضربت تركيا 20 مرة الجيش النظامي جنوب إدلب بسقاريا تي 122، والتزاما بالاتفاقيات التركية الروسية فلا تحريك لسلاح الجو إلى الآن، وطارت البيرقدار دون أن تقصف، وهذا واقع الحال فيما لدى الجيش النظامي، لأنه ليس جزءا من الاتفاقية المذكورة التركية الروسية بين بوتين وأردوغان، لديه هامش مناورة. وحسب البادية 24 فإن الدرون لم يكن مسلحا، بل طار على القاعدة الأمريكية الجوية في الطنف التي تبعد 55 كيلومتر عن نطاق ما يسمى النطاق الدولي أو الثالوث على الحدود مع العراق والأردن. وقامت بالعملية 4 طائرات من الميج 29 حسب هذا الموقع، وأعلنت أمريكا الطوارئ في قواعدها لترد روسيا بإطلاق أو إقلاع أكثر من 12 طائرة سوخوي 34 الروسية من قاعدتها البحرية. وبعدها مباشرة ولساعتين فقط استطاعت تركيا إسقاط الدرون الروسي الذي قاد المناورة أورلان 10، وهذا هو في صورة ملتقطة من أخطرين 15 كيلومتر على الحدود التركية. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لا يزال الوضع جس نبض بين الجميع، من جهة تحاول سوريا أن تقصف الولايات المتحدة الأمريكية في الطنف قاعدتها هناك، أنها من جهة هي بين قوسين الجهة الشرعية التي تطالب بإبعاد وإجلاء القوات الأجنبية التركية منها والأمريكية، ولذلك فحرب بين قوسين دمشق هي ضد الأمريكيين وضد تركيا وضد ما يسمى بالناتو، وهذه دعاية لدمشق. من الجهة الثانية فإن هذه المحاولة للربط دائما ما بين تركيا ومصالحها الخالصة وما بين أمريكا وجعل الكل تحت عنوان الناتو، هذه الاستراتيجية بالنسبة لدمشق تخدم من جهة ثانية روسيا، لأن روسيا دخلت في اتفاقيات مع كل من واشنطن وأنقرة، من جهة حرمت على تركيا استخدام السلاح الجوي في إدلب وفي توافقات ما يسمى بالطريق الرابع وغير ذلك. هناك أكثر من 12 اتفاقية تقنية هناك في كل هذه المناطق، في مناطق المواجهة التركية مع الجيش النظامي السوري. إذا بالنسبة لروسيا لا تريد أن تدفع ثمنا بنزول جنودها على الأرض من جهة، وثانيا تريد أن تكون حاكمة وفي نفس الوقت هي الحكم، حاكمة انطلاق من دعمها لدمشق، وأيضا حكما من أجل تسهيل المأمورية القتالية للجيش النظامي السوري الحليف، وإبعاد جميع ما يمكن اعتباره قوة يمكن أن تؤثر على موازين القوى. ولذلك فإن الاتصالات دائمة ما بين إسرائيل من جهة في الجولان وفي غير الجولان، وهناك خطوط مشتركة وخطوط حمر رسمتها كل من روسيا وإسرائيل، وهذا ما تطرقنا له في أكثر من فيديو. المسألة الثانية أن هناك تنسيق
يؤكد عليه الروس ويؤكد عليه الأمريكيون بين الأمريكيين في سوريا وما بين الروسية. وهناك اتفاقيات معلنة، جزء منها معلن على الأقل، ما بين أردوغان وما بين بوتين. إذن لعبة الراعي يلعبها الروس بشكل أقوى، لكن بالنسبة لدمشق تلعب من خلال مربعها، من جهة تعطي دعاية أنها ضد الناتو الأمريكي وضد القوات الأجنبية ما دامت تعتبر حضور القوات الروسية شرعية، لأنها هي التي أعطتها مثل هذه الموافقة. إذن بالنسبة لما يجري الآن هو نوع من استدعاء الإيراني، لأن كان قصفا للقاعدة الأمريكية. فمن جهة فإن الخطاب تجاه الإيراني أن القصف بالنسبة على الأقل الإيراني سيتوجه مباشرة للأمريكي، فيما الروسي والسوري يتجهان معا إلى تركيا، وهكذا تنقسم بين قوسين المهام القتالية في الجبهة. لكن كل ذلك تحت جس النبض تماما. الأمريكيون من جهتهم يمولون ويسلحون قصد ويسلحون أكرادهم، لكن نفس العملية بالنسبة للأكراد جزء منهم يعمل أيضا مع سوريا، لأن السقف قد لا يكون أكثر من حكم ذاتي تحت الجمهورية السورية. وبالتالي فإن عدم تعقيد الوضع يجب أن يكون هناك جزء من الأكراد مع الجمهورية وما بين مع النظام، يعني النظام السوري، وهي نفس اللعبة ما بين الكردستاني وفي العراق. فهناك حزب أقرب وهناك حزب أقرب إلى بغداد وهناك حزب أقرب إلى PKK. وهنا اللعب دائما بأن البيض ليس في سلة واحدة. هذا قمة الذكاء في زواريب دمشق كما يسمى، حسب أحدث تعبير لخدام عندما كان قال بالحرف أن مثل هذه التكتيكات هي التي يجهلها الكثيرون. على العموم هذا الوضع يدفعنا إلى تمييز أمرين اثنين. أولا جلب الروسي بما يستطيع، لكن بالنسبة للغطاء الجوي اليوم ليس موجودا، ولهذا فإن أول ما استعاض به السوري الدرون الإيراني. لكن الذي وقع هو أن ليس هناك درون إيراني، هناك درونات روسية بيعت إلى دمشق. لذلك فالحركة هنا حركة تتبع مباشرة للجيش السوري، لأن التغطية الجوية كما قلنا بالنسبة لروسيا ضد تركيا غير مخولة حسب الاتفاقيات. بالنسبة للاستهداف الموجه للولايات المتحدة الأمريكية، فهذا جزء من رسالة، فقرة من رسالة موجهة إلى الأمريكيين، وأن حضور الدرون الإيراني شيء محتمل للغاية في المستقبل القريب. لذلك فالذي يهندس من طرف الجيش النظامي هكذا يفكر. من الاتجاه الآخر سنجد أن الأتراك أولا يطيرون بالبيرقدار ولا يقصفون، ثاني مسألة أنهم يضربون بسقاريا 122 ملم وهذا أقصى ما يفعلونه الآن، ثالث مسألة أن هناك حضور للدبابات بشكل أكبر من أجل تحصين الحدود بعمق داخل الأراضي السورية. إذن هذا هو الوضع بالنسبة للأتراك، ولا يريدون إلا الدفاع عن هذا النطاق الأمني بالتفاهم مع روسيا والأمريكيين على حد سواء، لأن المهم بالنسبة إليهم هو ضمان استقرار الوضع على ما هو عليه. وهذا الذي يعتبره حاكم دمشق كأنه احتلال، ويزن الوضع بهذه الطريقة على أساس أن المحتلين هم الأمريكيون والأتراك، ومن ثم هذا الذي يجمعهم اسمه الحلف الأطلسي. على كل حال إذن حسابات تركية تأمين من داخل بنطاق ضعيف من داخل الأراضي السورية ببساطة شديدة لحمايتها من أي تدفق من جهة للاجئين، وأهم من كل ذلك أن التسوية لن تتم بخصوص عدم وجود المعارضة على أرض سورية. و
والمخيف هو أن تنطلق من أراضي تركيا، وسيعتبر هذا بمثابة هجوم على الجمهورية العربية السورية، وهكذا سيكون خرق كامل للقانون الدولي. لذلك فمثل هذا النطاق سيحمي من جهة المدنيين وتدفق اللاجئين، وأيضا إعطاء ولو قاعدة متقدمة للمعارضة من أجل إبقائها على طاولة المفاوضات، ليس فقط تحسيسها كأنها تتقدم باتجاه مناطق أخرى أو التوسع، إنما فقط لضمان تواجدها وبشكل جيد على طاولة المفاوضات. إذن هذه هي أهداف تركيا. أهداف الأمريكيين أنهم لن يتركوا آبار النفط هناك إلى حين التسوية المباشرة، أولا في الحقل الذي يجمع سوريا النفطية، يعني الحقل النفطي والغازي وغاز المتوسط عموما بالنسبة لسوريا، والتي يرعاها اليوم الروس مع الإسرائيليين، هذا أساسي جدا. وهناك لدى موسكو صفقة اسمها علينا أن نضع كل سوريا في جيب بوتين من أجل آنذاك أن تتيسر الصفقة، هذه الصفقة التي ما بين إسرائيل وبين روسيا التي ستبقى في سوريا لعشرات لسبب واحد، لأن كل مصاريف كل دولار واحد كل روبل واحد روسي دفعه بوتين سيأخذه بروبلين أو أكثر، لأن بالنسبة إليه هذه العملية كلها يجب دفعها والديون يجب دفعها من طرف بشار الأسد، ولا بد في هذه الحالة من احتكارات ليس استراتيجية بالنسبة للقواعد فقط، بالنسبة للحميميم وبالنسبة للطرطوس، وإنما أيضا للحقل النفطي، والحقل النفطي فيه إسرائيل، وبالتالي فإن الوجود الأمريكي في آبار النفط هو لتسوية كاملة في إحدى المراحل بخصوص النفط والغاز السوري، لا الذي في الأرض السورية ولا الذي في البحر. فبالنسبة للأمريكي لا يمكن تسليم الآبار لروسيا إلا إن سمحت روسيا بالآبار التي في البحر لإسرائيل، وبالتالي تكون الصفقة، وهذا هو سبب وجود الأمريكي. فالأمريكي هنا يحمي إسرائيل أكثر مما يحمي مصالحه. من جهة أخرى فإن مجرد وجود قاعدة ستدعم بشكل أكبر الأكراد، وفي هذه الحالة سيكون الأمان بشكل واسع، لأن الأكراد بيئة لاستمرار أي قاعدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. فالأكراد من جهتهم يعطون القاعدة مقابل حكم ذاتي أو الوصول إلى الدولة، وكما أن الأمريكيون قد رسموا أمام أكراد العراق رغم أن وضعهم أحسن بكثير من أكراد سوريا، ورسموا لهم ببساطة شديدة وانتصار لسيس بيكو سلطات للحكم الذاتي، فإن الأمر لن يتجاوز في سوريا، فأصبح شيئا محسوما. ولذلك والأكراد يفكرون في التعاطي مع الجمهورية السورية ومع هذا النظام من أجل تسليمهم ما تقرر أن يتسلمه أكراد العراق من السلطات المركزية في بغداد. لذلك السلطات المركزية في دمشق يجب أن تكون لها العلاقات مع جزء كبير من هؤلاء الأكراد، ويصلون في النهاية إلى تسوية. لذلك التسوية مقبولة لأن الكل يعرف مصالح الكل، هذا أهم ما تطرقنا له بسرعة من أجل توضيح لماذا أساسا انطلقت 4 طائرات بين قوسين من الميج 29 لضرب القاعدة الأمريكية. هي على جنبات القاعدة أولا وبعيدة عن القاعدة ثانيا، وأن مثل هذه الدعاية ببساطة شديدة لجر هؤلاء الذين قدموا من إيران من أجل توجيههم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واعتبار هذه المواجهة هي مواجهة ليس لصالح روسيا وإنما لصالح سوريا ولصالح إيران من خلال ضرب أمريكا. لكن إيران أقوى دهاء من كل هذا، ولذلك فهي
لن تتجه إلا ضد الولايات المتحدة الأمريكية وليس ضد، لن يكون اشتباك تركي إيراني في هذه المرحلة على الأقل. لذلك فإن الرسائل الموجهة لا يمكن أن تذهب إيران، وهي التي تريد مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أن تذهب في قتال الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الظرف على وجه التحديد. والتوجه بالنسبة لإيران واضح، الجولان، ويجب تسوية الوضع في الجولان لحسم الوضعية أصلا مع الأتراك. الأتراك هناك توافقات وهناك عدم ضم، أما بالنسبة للجولان وأمامها 400% وأمامها روسية وكل هذا، بينت يريد أن يبتلع الجولان بشكل نهائي. لذلك فالأولويات هنا، ورغم تصيد البعض بهذا القصف بين قوسين ضد الأمريكيين، فإن كل الأنظار والساعة الاستراتيجية الحقيقية هي ضد إسرائيل، وإسرائيل بعيدة كل البعد عن كل ما يجري، بحيث أن العملية كلها لا تريد أن تذهب اتجاه الجولان أو اتجاه تأزيم الوضع مع إسرائيل، لأن بشار الأسد لن يستطيع دفع هذه الفاتورة في هذه المرحلة. لذلك فكل ما يجري حاليا لكل حساباته كما أوضحنا، وهذا الذي جعل من الميج 29 تطير قريب من الطنف، وهناك كان نوعا من الإخراج بهذا الخصوص. لذلك فالمسألة اليوم هي مسألة دقيقة للغاية. أولا بالنسبة لتعزيز بالM16 هنا دبابات T90، فالروس لا يجدون مانعا من استنزاف تركيا، ولذلك فإن الحرب بالنسبة لروسيا في خدمة روسيا وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لكسر كرامة التركية هناك، وهذا أهم ما يرغب فيه الآن الجميع. أولا بالنسبة لبشار الأسد، بوتين، بينت، وأيضا بايدن الذي لم يرغب حتى في لقائه أردوغان في هذه المرحلة. لذلك فكل هذا يذهب تجاه تركيا. من الذي يضع عراقيل جزئية باتجاه هذه العملية؟ الإيرانيون، لأن الإيرانيين يعرفون جيدا ما هي الساعة الجيوسياسية التي يرغب فيها الأتراك، وساعتهم أيضا لا تحترم في هذه الحسابات. وثاني مسألة أن هناك جبهة مفتوحة ضد إسرائيل مع الأتراك وإلى جانب الآذريين الآن بعد طرد إسرائيل من أذربيجان، فلا يمكن أن يكافأ التركي بقتله في هذه المرحلة على الأقل. إذن هنا الحسابات متعددة. عدم موافقة الإيراني في هذه الأسابيع، على الأقل في هذه الأسابيع وفي هذا الزمن القريب، عدم الموافقة على مثل هذه العملية هو الذي يجعل الأمور اليوم بهذا التعقيد بشكل كبير، وأمام جس النبض الذي يصل، ويعرف الأمريكيون أن ما يجري من الميج 29 ليس أكثر إلا من حالة جس نبض يحاول الجميع أن يتعاطى مع الجميع دائما بجس النبض. ولذلك فما يجري الآن حروب لجس النبض وحركات لجس النبض، والأهم من كل ذلك ومن الصعب جدا إلا أن يكون خبر المخابرات الروسية بقتل الجولاني حقيقيا. فإن كان هذا الوضع فإن روسيا وسوريا لم يعد لديهما هذا المنطق باتجاه ضرب آخر مناطق تركيا. فلماذا تحديدا ستكون مثل هذه العملية والجولاني مقتول؟ هذا الذي يؤكده الروس قبل غيرهم. الغريب أن الذي يجب أن يؤكد هذه العملية هم الأتراك، لكن الواقع هو أن الروس هم الذين يؤكدون خبر مقتل الجولاني. إذن الذين يضعون تعقيدات على العملية روس يرغبون أيضا في مواصلة الحوار مع تركيا، وهذا جزء من المؤسسة الإعلامية والعسكرية في روسيا. وأمام هذه التعقيدات التي ذكرناها أعتذر لمشاهدي، ولكن من الضرورة أن نفهم لماذا كل هذا التعقيد في الساحة السورية من أجل معرفة أي هدف بعد الآن لكل طرف. ها
هذا الذي حاولت أن أوضحه في هذه الحلقة على وجه التحديد، لأن الكل يريد ويرغب في معرفة ما هي الأبعاد. هذا جزء يسير من تدقيق هذه الأبعاد، لكن هناك أبعاد سرية وغيرها، هذا ما سيكون في المستقبل القريب. إذن بالنسبة لهذه الضربة للميج 29 كانت أساسا بدرون متقدم لأورلا 10، والأورلا 10 سحقه الأتراك سحقا، وهذا الذي يؤكد أن عملية التجسس فاشلة من البداية، وأن استخدام الدرون في هذه المعركة منتهم. وهذه الرسالة التي تريد أن قرأ أن تقولها: يمكن أن أستخدم البيرقدار حيثما أشاء، ولا يمكن للأطراف الأخرى أن تستخدمه أمام تقنية العزل، وبالتالي فإن محاولة كسر الجيش النظامي للتوافقات ما بين أردوغان وما بين بوتين بإطلاق الميج 29 وضد ما سمي بالأهداف الأمريكية، كل هذه رسالة إلى الأطراف الأخرى وتأكيد على جزء من الاستقلالية في الموضوع، لكن الأهداف التي ضربها الطيران لم تكن إلا أهدافا خارجية وليست أهدافا في عمق القاعدة الأمريكية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.